السلام عليكم، مساء الخير ويا اهلا وسهلا، حياكم الله. بنسوي معكم اليوم سينابون رول ورولات الفستق بعجينه خرافيه لذيذه معتمده طريه وهشه، وراح تعجبكم باذن الله وتشوفون شكله. الطحين اللي راح نستخدمه هو طحين فوم معتمدينه بالمعجنات، ممتاز مره. اليوم انا راح اكون خلف الكاميرا، راح تكون اليوم الوصفه باشراف تميم، وتابعوا معنا وبكامل التفاصيل راح احطها بالاخير. لا تفوتكم العجينه وشوفوا التفاصيل. نبدا بتجهيز العجينه. نضيف الحليب، هذا حليب طازج بحراره الغرفه، ونضيف عليه السكر، ونضيف الماء والخميره. نضيف الحليب البودر ونحرك. من اهم الاضافات لعجينه السينابون اللي هو دريم ويب، نضيف ظرف ونص لهذه العجينه. الحين راح نضيف الطحين والملح على دفعات، ونبدا عد اول ما تتماسك نعجن باليد. نضيف الحين الزبده. اهم شيء اننا نعجن عجن مره مضبوط، راح نعجنه تقريبا 5 دقائق ان شاء الله. الحين عجينتنا جاهزه للتخمير، شوفوا شالت كل اللي بالوعاء، صارت عجينة واحدة. بعد ما خمرنا العجينة الحين نزلناه على السطح، والسطح رشيناه بدقيق. راح نقسم العجينة 4 أقسام. اليوم راح نسوي السينابون رول ورولات الفستق كلهن بحجم صغير. نقص الزايد من العجينة علشان تكون مرتبة. أول شيء ندهن الزبدة، الزبدة تكون باردة، ضروري تكون باردة عشان ما تطلع أثناء التقطيع. الطرف هذا ما راح يكون فيه زبدة. نضيف الحين السكر البني والقرفة. هذا سمك العجينة مثل ما تشوفون، شوفوا هنا الطرف هذا خليناه فاضي، نبدأ نلف مع الجهة الثانية. راح نقطع السينابون رول بالخيط، أفضل القطع يعطي قطع ناعم، أفضل تكون العجينة باردة ومكان سطح العمل بارد. شوفوا الشكل تنقطع صح. شوفوا اللي هنا اللي ما دهناه علشان نقدر نسكر تسكير ممتاز. راح نصف السينابون رول بهذه الصينية، بيعطي شكل ممتاز مرة أثناء التقديم وتشوفون إن شاء الله. الحين نصفهم كذا بعد ما دهنا زبدة، ونخليهم يتخمرون قبل ما ندخلهم الفرن. وهذه رولات الفستق. عندنا هنا كريمة الفستق، ندهن العجينة ونرش عليه بعد فستق مطحون، ويا سلام على الطعم. هذه طبقة الكريمة عبارة عن زبدة وجبن كريمي. أول شيء نضربهم بالخلاط لين يندمجون وتلين الزبدة، بعدين نضيف السكر البودر. بعد ما خلطنا السكر البودر مع الجبن والزبدة، أضفنا كريمة خفق وفانيليا، وبنستمر بالخفق. شو هذول السينابون اللي يعني بدون قالب يحدهن، يطلعن بالشكل الجميل هذا. شيء ثاني هذول اللي هن صغار، نحطهم بالقالب هذا علشان نقدمهن بطريقة انك تاكله مرة واحدة. اوريكم شكله من الداخل. شو
شوف شلون جدا جميلة وعاد الطراوة ما أحكي لكم ما شاء الله. طيب هذا السينابون اللي سويناه أحجام كبيرة شوي نقدمه بالطريقة اللي هي الكلاسيكية اللي يضاف له الكريم والفروستينج كمية راهية. نحط كراميل جوز البيكان المحمص حمصناه بعدين جرشناه جرش يعني كسر صغيرة والجميلات ذولي نحليهن بالنستله حليب المكثف المحلل بالكراميل وبجوز البيكان رولات الفستق بنضيف عليهم هذه كريمة الفستق مع نستله ونزينه بعد بالفستق. بسم الله ما شاء الله شوف شلون تأخذ لقمة واحدة طرية مرة بسم الله.